ثم إذا فرغ من الطواف يأتي إلى المقام، فإذا دنا منه قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين كما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام عند مسلم. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة تقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة يقول هو الله أحد. وبدلالة اللزوم لأنه عليه الصلاة والسلام قيامه فركعته فسجوده فاعتداله قريبا من السواء، بدلالة اللزوم تكون السنة في هاتين الركعتين عدم الإطالة، خلافا لما يفعله البعض من الناس. ولا يلزم أن يكون المقام بينه وبين الكعبة، فلو صلاها في أي مكان من الحرم جاز. ولذا صلاها عمر رضي الله عنه بذي طوى،